شاء الله تبارك الله احنا مزرعه من مشاهيب في وادي محرم في الهدى، وهذا هو اللي كنا النادي فيه من زمان. ترى كان اول اهل الطائف كذا مزارعهم في المثنى وفي عوايا والزهره والرقه، كلهم مسوين حطات واجروها، يدخلوا الناس يجلسوا على العواي، فهذه رجعت كما هي. وبعدين ما تكلف صاحبها يعني عريشه كذا جلسه، الناس بس يقيل فيها، يجلسوا ساعتين في الليل في النهار تحت الجار المشمش تحت الجار، وهو مكلفته وبالعكس يبيع منتجه، فدخل اضافي للمكان. يعني كل مزارع الطائف يحاولوا يسووا هذه المشاريع، ومهما سووا يعني ما حيحاربوا بعض، بالعكس يعني هنا بيسوي 20 جلسه، ما اكثر من 20 جلسه ما يقدر يسوي، وهكذا. وهذا اللي نتمناه، كل مزارع الطائف بدون بستان ما له اي قيمه، جمال الطائف ببساتينه، فالطائف بستان مكه. يعطيك العافيه. عسل طعم الشاي ويمكن اجمل في دربنا قبل نوصل ارض الهدى وانتي امل في دربنا قبل نوصل ارض الهدى وانتي امل البارق اللي تجلى الطايف احلى واحلى الطايف احلى الشفا والنزاي أصبح بها القلب هاي ورد الشفا والنزاي أصبح بها القلب هاي يا بخت قلبه وسعده اللي تعطر بورده يا بخت قلبه وسعده اللي تعطر بورده الغالي يستاهل أغلى دارك ما حلاك ما بين ربعك وين